عملت المؤسسة على تنمية المحتوى المحلي بداية من عام 2018، حيث بدأت بمحتوى محلي يبلغ 43%. المؤسسة نجحت في رفع النسبة من 43% وصولا إلى 46% عام 2020. العام الماضي تمكنت المؤسسة من الوصول إلى نسبة محتوى محلي تبلغ 50%، وبفضل الله تمكننا من تحقيق 60% كنسبة محتوى محلي. هذه ليست مجرد أرقام تحسب في النموذج أو بطاقة حساب المحتوى المحلي المعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، لكنها واقع تعيشه المؤسسة.